يسلموا ايديكي. في العافية. يسلموا يا بنتي. يسلموا ايديكي. في العافية يوسف. الله يسلم هالايدين. في العافية. يسلموا ايديكي أليف. الله يسلمك حبيبتي. حبيبتي وين رايحة؟ عادي اشربي كاسة شاي. حبيبتي. معلش خالد، عندي شوية شغل بالمطبخ. رح ندور عليه بالضيعة، وأبوه كمان عم بيدور عليه، بس لهلأ ما عرفوا عنه شيء. أكيد في حدا بيعرف وينه، لأنه روحتك على القصر اليوم الصبح بكير، أكيد في من وراها شيء تاني. شو القصة جمال؟ إذا بتعرف شيء حكي لنا إياه. صدقني ما بعرف شيء، والله ما بعرف شيء. أنت أخذت الأغراض اليوم للقصر وقلت لهم هيك العادي، بس نحن ما عنا هيك عادي. جمال، بدك تحكي ولا أحكي أنا شو صار؟ شو؟ جمال، شكلك بتعرف شو صاير، وإذا كنت كمان بتخاف على مريم وعلى مصلحتها لازم تحكي لنا شو في. جمال، إذا مريم بصير لشي هي وابنها أنت رح تكون المسؤول وقتها، لهيك احكي لنقدر نتصرف. مريم طلبت مني إني ساعدها، بدها تاخد عمر يتركه الضيعة. خليل، عرفتوا عنه شيء؟ لا، فتشنا الضيعة كلياتها، حتى بالمنشرة والبساتين ما لقيناه. وين بده يكون اختفى؟ أكيد في حدا بيعرف شيء. خير يا بنتي، شبكي؟ مشيت وراها لمريم وعرفت وين مخبيته لعمر. الباص رح يمشي بعد شوي، بترجاكي ما تواخذيني يا خالي. وين بدك تروحي هلأ يا بنتي؟ فكرك ما بيلاقوكي بالمدينة؟ على الأغلب سافر على العاصمة. شو هالحكي يا بنتي؟ العاصمة مالها مثل الضيعة، كيف بدك تعيشي أنت وابنك هنيك؟ ما بعرف، بدي دور على شغل، وأكيد رح نلاقي قرنة قاوينا. لك يا بنتي الحياة هنيك كتير صعبة، وأنت لا معك شهادة ولا بتعرفي صنعة، كيف بدك تعيشي وتعيشي هالولد؟ ما في عندي حل تاني يا خالي، هيك حظي من يوم ما اتجوزت وأنا عم أتعذب وأتحمل، بس إنه يبعدوني عن ابني هاي ما فيني أتحملها بنوم. يا عمري أنت لا تزعل مني، صدقني أنا عم ساوي كل هالشي من شانك. ليش أنا مين إلي غيرك بهالدنيا؟ أنت ما بتحبيني وأنا ما بدي إياكي، بدي أرجع لعند بابا. عمر حبيبي، ليش ما بدك تضل معي؟ ليش أنا شو سويت لك يا ابني؟ بس أنت قتلتي أخي وبجوز قتليني شي يوم. خليل سوق بسرعة، يلا. ما بعرف كيف بتساوي هيك، في وحدة بتخطف ابنها من أبوه؟ هالمرة ما رح اسكت له، والله ما رح اسكت له. يلا أخي بسرعة، خلينا نوصل وناخده بقى. شو صار مشان ابنك؟ بعته لعند خاله، بكرة بيسجله. ربيع، الباص مشي؟ ايه والله هلأ راح، إذا بدك نزل بالنزلة هو هلأ، وفيك تلحقه من هنيك. تمام ماشي، يسلم. أهلا. وقف، يوسف شو صاير؟ آنسي غزل، منيح اللي شفتك هلأ، عم دور على مريم، بدي إياكي توصليني. طبعاً بوصلك، بس شو صاير احكي لي؟ بحكي لك على الطريق. ماشي، يا ريتك تعجل شوي. طيب.
حالك يا بنتي وإن شاء الله ترتاحي وتتيسر أمورك. يسلم إيدك يا خالي، عزبتك معي. الله معك حبيبتي، مع السلامة. الله يسلمك. يلا حبيبي ما بقدر اروح. بابا تركيني روح، بدي ارجع لعند بابا. تركيني انا ما بدي اياكي. بدي بابا اطلع الارض، ما بدي يسمعوا صوتنا. عمار، عمار وينك يا عمار؟ صاحبي اسكت ان شاء الله. وينه ابني خالي حسين؟ ما بعرف وينه. خير شو في؟ لا تخبي علي، بعرف انه عندك. احكي وينه ابني احسن لك. ما بعرف. كيف ما بتعرفي؟ امه جابته لعندك. صدقني ماله عندي. لا تكذبي، بعرف انه هون. زين لهون. عمر، عمر تعال تعال. كانت خبيته هون. طاي لبرا، طاي. خلاص خليل، خلاص خليل، اتركوني بدي اقتلها. والله لعنتك، شو بدك منا؟ خلصك اخي، شفتك فيها. طولوا بالكم. خلص يا جماعة، طولوا بالكم. خلص خليل، صحيح مريم غلطت بس مشي الحال. اتركوني ابني، اتركوه. طولي بالك يا مريم. رجعوا مريم مشان الله تهدي شوي. لحظة لحظة، تعال هون حبيبي، تعال تعال. خلص مريم اهدي شوي. اسألي إذا بده يضل معك ولا مع أبوه. عمر بابا. أصحي تقربي على ابني مرة تانية، عم تفهمين؟ خلونا نمشي هلا، يلا امشوا على البيت. يلا حبيبي. عمار خلص اختي، هدي حالك. مريم خلص، بدي ابني هلا. معلش مريم طولي بالك. مريم خلص اختي، هدي شوي. خلص هدي حالك. تعي حبيبتي، تعي. ليش خليتهم ياخذوا ابني مني؟ ليش؟ تعي مريم، رجعوا لي ابني مشان الله، ما فيني اعيش بلا. عمار عمار. يلا حبيبتي يلا. غزل خانم شيلي لنا سيارتك من الطريق. يا الله. خلص حبيبي لا تخاف، وهي صرنا ببيتنا. بعدين مع هي ايمتى رح نخلص منها ومن جنانها؟ نوران خدي الولد لقطة شوي. شو بدها مني؟ لك شو بدها؟ ابني طول بالك شوي، هالمرة ما رح مرق لها يا هيك. والله لهد البيت فورا صاحب. خليل هدي حالك، هي انحلت المشكلة بقى، ليش لتعلق معهم؟ ما تضايق حالك كرمال هيك وحدة، شيلها من بالك بقى. أخي إمك معها حق، هيك وحدة ما عادت تنفع تكون مرتك. خليل وافق على الجوازة وريح راسك من مريم ومشاكلها بقى. بعدين لإمتى رح تستنى هالمخلوقة؟ المسكينة من حقها تعرف شو قررت. عبدو شبك ولا شيء امي، تذكرت لما قلتيلي انه الصبر منيح مشان اليف. ما تفكرني نسيت، صدقني ما رح اتركها لاليف لحتى توافق. ما بيصير تساوي بحالك هيك، طولي بالك شوي، خلينا نقعد. ما تطلعي فيني هيك، ما قدرت ساوي شيء لأنك تصرفتي غلط. أنا بدي خلص ابني من إيدين هالمرة الحقودة يوسف، لأني خايفة تساوي له شيء. ليش مو قدران تحس فيني؟ ليش؟ يوسف عم يحكي هيك لأنه خايف عليك. خلينا نطلع لفوق يلا.
ارتاحي لك شوي. تعي. بنتك جوعان كتير حبيبي. شو الظاهر مطعمتك أمك؟ يلا خليني مسح لك وشك. تفضلي. يسلموا إيديك. بدي أتشكرك، لولاكي ما كنت رجعته. خلصت الحليب خالتة نورة. يلا بخاطرك، شوفكم المساء. طيب. شو هالريحة هي؟ لك هي ما بتعرف تساوي شي مثل العالم؟ وعم تنقرق كمان، شو هالمصيبة؟ سامية؟ ليش عم تبكي حبيبتي؟ لا تضايقي حالك مشان هالمشاكل والقصص الصغيرة، كل شي بينحل. ما بعرف ليش هيك عم تعاملني، بدي افهم انا بشو غلطت معها. ما كنت متخيلة انه خالة خيرية تساوي فيني هيك. صدقيني انا بحبها وبعزها وكأنها امي. أمي، يوسف راح لعند مريم ورجعها على البيت. وكيف هلا؟ المسكينة كتير زعلانة ومتضايقة. يا الله، أنا رايحة أطمن عليها شوي. أليف، تعي أنت كمان معي. شو بكي حبيبتي؟ شو عم تبكي؟ لا، شو مريم؟ لازمك شي تاني؟ تفضلوا. أهلا وسهلا. أهلين فيكي، كيفة مريم؟ تعي أليف. شو؟ أليف ما بدك تفوتي لجوا؟ لا، أنا أجيت لوصل خالتي، بدي روح المشغل. طيب فوتي قعدي شوي. أليف، ليش واقفة على الباب؟ فوتي. أنا ما بدي، كنت بعرف إنه عندك ضيوف. عن إذنكم. أنت لهلأ متضايقة منك. يلا، أنا صار لازم أروح على الشركة، ما بدي أبقى هون للمساء. شوف فضل، أنا هلأ بعرف إنك عاقل، وإذا ما حنتجوز ما بصير نضل عايشين ببيت واحد، عم تفهم؟ مشان هيك أنا رح أمشي، قدر وضعي. خالة شهيرة؟ مشان الله لا تتركينا. ليش ما بدك تتجوزي بابا؟ ليش بدك تروحي؟ خلي أبوك يحكي لك حبيبتي. يلا فوتي لجوا أحسن ما تبردي.
كنا رح نعيش حياتنا من جديد ونعوض كل الأيام اللي فاتتنا، بس أنت مو قبلان تجوزني وأنا ما فيني ضل معك على هالحال. يلا بخاطركم بابا. بابا لا تخليها تروح. بابا بصان الله لا تخليها تتركنا، خليها ترجع تعيش معنا. بابا بصان الله لا تخليها تروح، أنا بحبها وبدي إياها تضل معنا. بصان الله ترجعها يا بابا. بابا نمشي، لسه في حدا؟ توكلنا على الله. وقف شو بده هالمجنونة؟ وقف. كل مرة بيساوي فيني نفس الفصل. حبيبي بعد عن الباص، الله يرضى عليك، بدنا نمشي. بترجعكي شيء، ما تتركي. يلا أخي يلا، بدنا نمشي، سكر الباب. ليش نزلتني من الباص؟ شو بدك؟ ما فيني أعيش بلاكي، ما بدي أخسرك مرة تانية. رح نتجوز ونعيش سوا على طول. بس ما حيخلونا. بعرف هالشي بس ما فيني. خلي الكل يدرو، رح قلن إني عقلت. أنا مستعد ساوي أي شيء حتى ما أخسرك. بموت إذا خسرتك. خير يا خانم، بشو بدك يعني؟ أنا ضايقتك بشي؟ لا حبيبتي، معقول اتضايق منك انتي؟ عدي شوي، عدي. هاي فتحنا المشغل، بس من وقتها لهلأ ما اشتغل بنوب. بعرف الناس مو متعودة، بس احنا ما ساوينا شي، مشان هيك عم فكر نساوي شي. إذا اشتغل عبده معك وقتها بيكون معك شب، بتدوري انت وياه عبيوت الضيعة، شو رأيك؟ ما في داعي، فيني ساوي هيك لحالي. بعرف هالشي، فيكي تحكي مع البنات، بس شو مشان الرجال فيكي تقنعيهم يا ترى؟ صدقيني ما حيقبضوكي جد لأنك بنت. بعدين ما تقلقي، بوعدك إنه عبده ما حيضايقك بنوب. لازم نتساعد كلنا بهالمشغل. طيب إذا رح يمشي الشغل أنا ما عندي مانع. في شغلة تانية، ليش ما بتجيبي سامية كمان لهون لحتى تشتغل؟ إذا بدك حاكيها بالأول وشوفي شو بتقول، أكيد حتوافق. يلا أنا حأترككم شان تبلشوا شغل، وبإذن الله رح تتوفقوا ونبلش شغل.
هدول البنات أنا حكيت معهم، بس من حاكيهم مرة تانية. سلمى؟ أهلين حبيبتي، تفضلي فوتي لجوا. أنتي بنتو لعدنان عبد الجليل؟ إيه، أنا حابة أسجل بالمشغل، بس في مشكلة. عادي وخلينا نحكي، تعي. احكي حبيبتي شو القصة؟ أبوكي مو هيك؟ أنا سمعت رطيش حكي من أهل الضيعة، قال بده يجوزك لواحد من المدينة. حيجوزك بالغصب؟ ما بدي اياه، بس أبي ما عم يرد علي وماني قدران أساوي شي. خلص حبيبتي لا تضايقي حالك، خلص ليش ما اجت لهلا؟ انا بدي بنت مرباية، ما بدي وحدة تطلع وتفوت هيك، وحدة ما بتناسبني اخي. الله يسامحك على هالحكي، صحيح نحن فقرة بس بنتي مرباية وما بتطلع من البيت. طيب وينها؟ صار لي ساعة هون ولسه ما اجت. شوف عمي، انت بتعرف انا رجال مقتدر ووضعي منيح، وكل أهل الضيعة بيتمنوا أني يصير صهره، بس أنا بدي بنت مرباية ومحترمة، مو حي الله بنت. صدقني هي ما بتطلع من البيت غير لعند الست فاطمة ضريرة اللي تساعدها شوي. وأنا ما قلت شي، معلش، بس هاي هلأ صارت مخطوبة وأنا ما بيناسبني آخذ وحدة بتضل فايتة طالعة. وفكر منيح بالشي اللي حكيناه وبكرة بيجي وبنتفاهم. خليني وصلك للباب. ماشي ماشي، تعال. بس من وقت اللي اجا الفالج بطل شغل، ولا في عنا قطعة أرض ولا شي يسندنا. قلت إذا اشتغلت هون بجوز أقدر ساوي شي، بس طلع لي هاد العريس. وطبعاً أنت ما بدك إياه. أنا ما فيني بعد عن أبي أبداً، وكمان ما فيني أتركه وهو بهي الحالة. حاولت أحكي معه وفهمه بس ما عم يرد علي. لا تاكلي هم، خلاص أنا بروح لعنده وبتفاهم معه. ما رح يرضى، والزلمة اللي بده يتجوزني منبه عليه، قال ما بده ياني أطلع من البيت لحد ما نتجوز. فيني إشي بالسرقة؟ ما رح يمشي الحال، لأنه أكيد رح يعرف. خلص لا تتضايق، رح نحاول نحكي معه، وما بظن انه رح يخجلنا انا وعبده. خلص افرديها بقى، شو نسيتي انه انا الاغا؟ واذا حكيت معه ما رح يسترجي يقول لي لا بنوب. خاطركم. يلا حبيبتي، خليني وصلك على البيت مشان ما تتاخري اكثر، وبوعدك انه نحاول كل جهدنا مشان نخليه يوافق. يلا. صدقني ما لها بالعادة تطلع، بس على حظك طلعت اليوم. ليكون في حدا ببالك مشان هيك ما بدك تتجوزي؟ صدقيني ما في شي من هاد، لو في بحكي لك. وشو فيها يعني؟ بعدين كل شباب الضيعة بيتمنوا نطلع فيهم ولو نظرة. مو قلت لي راحت لعند فاطمة ضريرة؟ عم تكذب عليك، في بنت مربية بتساوي هيك؟ لا تخافي حبيبتي، خلص لا تخافي. تعا
خايف ليه؟ خلص لا تخافي. أهلين عمو عدنان، كنت جاي لعندك. ليك؟ لحظة، خلص عمو طول بالك. أنت بحمايتنا. معقولة يتفرجوا علينا الناس يعني؟ تركني. يلا ولي. يلا امشي على البيت. يلا تحركي، امسكي ايدي. يلا. حسابك عندي بالبيت. فوتي. بدك تجيبي لي جلطة؟ ناوية تموتيني؟ أنا ما قلت لك ما في روحة على المشغل؟ بس أنا ما سويت شي غلط. بدي أتعلم شي صنعة مشان ساعدك بالمصروف. لك أنتي راح تتجوزي، والزلمة ما بده إياكي تطلعي. بدك إياه يتركك وتصير سيرتك على كل لسان؟ لك أنتي ما بتعرفي الناس وحكيونا؟ بس من الأول قلت لك ما بدي أتجوزه. ما بدي، شو راح تجوزني بالغصب؟ خلاصي. ليش ما بدك تفهمي علي؟ فوتي على اوضتك، يلا لشوف. يلا. ليش ما عم تفهمي علي يا بنتي؟ انا عم ساوي هيك كرمالك. والله انا ما بدي غير مصلحتك والله. شايفتك رايق ومبسوط كتير. الله يخلينا ياك يا أمي، كله بفضلك. بس دير بالك ما تضيع حالك الفرصة هالمرة. ما تضغط عليها بنوب، اتركها على راحتها. أنا متأكدة إنه رح توافق بالأخير. خلاص أمي، هالمرة ما عاد أقرب عليها بنوب. أنا مستعد استناها كل العمر. أنا قلت لك من الأول خليك تقيل شوي، البنات بيحبوا الرجال التقال. أهلين علي، يعطيك العافية. مرقت لعند مريم مشان هيك ما طبخت شي اليوم. خيرية، عدي بدي أحكي معك. عدي عدي. لا إمتى بدنا نضل على هالحالة؟ سامية قاعدة عم تاكل لحالها. لك والله البنت طيوبة وبتحبك. لازم تتعلم كيف تحترمنا، بعدين هي اللي غلطت معي مو أنا. خليها تتربى. معلش علميها بس مو بهالطريقة، بعدين أنت قلتيها بنفسك، البنت لساتها صغيرة، ما هيك؟ إذا ما علمتيها أنت مين رح يعلمها؟ والله ما بعرف، يمكن معك حق. ما لازم تضلوا هيك، أنت هلأ بمقام أمها لسامية، حتى إذا غلطت معك لازم تداريها وتنصحيها، ها؟ يلا لشوف. صبي لي شاي. سلمى بنتي، فهمي علي، بترجاكي تفهمي، أنا عم ساوي هيك كرمالك أنت. بس أنا ما بدي، لسه ما تجوزني وعم يساوي هيك، مانك شايفه؟ أنت بتعرفي وضعنا، إذا صار لي شي مين حيدير باله عليكي؟ والله أنا هكلان همك يا بنتي، الزلمة كتير مقتدر وبده إياكي. بس أنا بحياتي ما طالبتك بشي، بعدين ما بدي بعد عنك. صدقيني يا بنتي، بكرة بس تتجوزي رح تدعيني. لك يا بنتي أنا خايف أنه موت، وقتها مين حيدير باله عليك؟
معناتها خلص قررت انك تتجوزها. ايه مبروك، صدقني فرحت لك كثير. عقبال عندك. وهلا كل اهل الضيعه لازم يعرفوا اني عقلت، بجوز هيك احسن، خليهم يعرفوا. المهم ما تتركني شهيره. ما حكيت لي شو صار معك انت؟ حكيتها لأليف؟ مدري شو صاير لهالفترة، كل ما قربت منها بحسها عم تهرب مني. سيدي المهم نظبط أمورك، لازم نخبر أهل الضيعة ونقول لهم الحقيقة. أنا بدي أطلع لعند مريم وبعدها منروح على القهوة. سكروا. مريم أنا هلأ رايح على القهوة، أنت لازمك شي؟ ما بتأخر. يا رب. يلا حبيبي نام هلأ، تأخر الوقت. نام عمر. ايه نام، بس باينتو خايف كتير من الشي اللي صار. خليل بصراحة أنا كنت عم فكر إنه أنا السبب بكل هاي المشاكل. لا تحكي هالحكي، أنت ما دخلك. لا لا، لو ما كان الولد متعود علي ما كانت أمه تضايقت مني وساوت هالشي، وأنا ما بدي أعلقكم ببعض، لهيك رح أرجع على الضيعة وخلص. لا خليكي، بدي إياكي تضلي هون، يعني عمر بحاجتك هالفترة. بس هيك ما بيصير، أهل الضيعة بلشوا يحكوا علي وعم بيقولوا إنه رح نتجوز، لهيك ما فيني ضل بعد كل هالحكي. بعدين كل ما ضليت هون عم بتعلق فيك وبعمر أكتر. خليل أنا ما فيني أنسى اللي راح، صدقني إذا ضلينا هيك رح نتعذب أكتر، وأنت ما عم تقرر شي. بصراحة أنا خايفة تتركني مثل المرة الماضية. خلص نوران، تركيني أفكر شوي. سامية، سامية، يا سامية استني شوي. ما بدي اياكي تخافي مني مثل ما كنتي تخافي من هزال. صدقيني إني بحبك، وبدي اياكي تتعلمي وتصيري احسن ست بيت. تعا جمال، لساتك زعلانه مني؟ ما تزعلي مني، بس هنن ما علموكي شي مثل العالم. بجوز قسيت عليكي، بس اصحك تفكري اني كرهتك ولا تضايقت منك. صدقيني اني بعزك مثل بنتي. من اليوم ورايح ما في زعل، وحتى اذا عصبت عليكي شي مره ما بيصير تزعلي من امك. طبعاً ما رح أزعل، بعدين أنا لازم أعتذر لك. من اليوم ورايح رح نساوي الأكل سوا، اتفقنا؟ مثل ما بدك. يا عيني عليكم، من الأول هيك؟ يا هيك يكونوا الحموات يا عم بلا، ما هيك؟ اليوم اتصل فيني رفيقي من المدينة وبشرني مدير الصحة وافق أن يبعت لنا أطباء. إيه حتى إذا وافق ما رح نستفيد شي، مثل المدرسة لهلأ عم ننطر أساتذة. مزبوط، ما رح نستفيد شي، لهلأ ما أجا ولا أستاذ. معلش، أهم شي نعرف أنه صار فينا نتحرك هلأ. بعدين وجود المستوصف غير، وخصوصاً بس يكونوا الأطباء،
وإن شاء الله عن قريب رح ينحل معنا كل شيء. الحقيقة إلكن عندي خبر تاني رح يفرحكن. يا جماعة فضل ناوي يتجوز. شو هالحكي؟ هذا اسمه جنان. فضل يتجوز ما يتجوز. هالمجنون رح يتجوز. حلال عليك. عم يمزح. إيه والله مستحيل. عبالي أنا يا فضل. مين هاي اللي حترضى فيه؟ ما بيصير. لا كيف رح يتجوز هالمجنون؟ شبك يوسف؟ شو ما بتعرفه؟ بعدين مين هي اللي رح تتجوزه؟ يا جماعة أنا كمان بعرف إنه المجنون ما بيقدر يتجوز. بس اتأكدوا إنه فضل تغير وما عاد مجنون. يعني صار عاقل، صدقوني. شو هالحكي هذا؟ بتصير ليش لا؟ يا بعمرها ما شوي تاني حتقلنا إنه فضل صار دكتور وكمان عينوه بالمستوصف، والله شو رأيك فضل؟ أكيد عم يمزح، ما معقولة. شو هالحكي؟ والله ما عاد. كيف يعني عاقل؟ شو الجواب؟ معكن حق ما تصدقوا. بس يوسف ما عم يمزح. أنتوا بتعرفوا قصتي منيح وبتعرفوا كيف حرقوا لي بيتي. لا تصدقوا يا زلمه، هذا واحد مجنون وفوقه اخذوا مني مرتي لهيك طالعه. اكيد يوسف هو اللي علمه. شو يا علي يا زلمه، هذا حكي فاضي ما بيصير. شكله عقل عن جد. هلا يوسف صحيح عم تحكي عن جد؟ طبعا عم احكي عن جد، ومن واجبي اني اخبركم كمان. واذا حابين تصدقوا صدقوا، بس بجميع الاحوال فضل عقل وحيتجوز. يلا فضل لازم نمشي. والله ما عم صدق. شو عقل ما يا زلمه؟ شو بدنا نساوي هلا؟ بدنا نعمل اللي اتفقنا عليه. نحن عملنا واجبنا وخبرناهم، واذا مو حابين يصدقوا هي مشكلتهم. بيجوز لمصلحتي انه ما يصدقوا، قصدي هالناس يفكروني نص مجنون. أنا برأيي يا فضل نترك هالشي للظروف، بالأخير رح يبين الحق. يلا بشوفك بكرة، تصبح على خير. تلاقي الخير، دير بالك على حالك. ليش ما نمت لهلا؟ عم فكر بنورا امي. لك ابني والله الشغله ما بدك لهالقد. رح تتجوزوا وترتاح من هالمشاكل بقى. من شوي كنا عم نحكي بالقصه، وحسيت انه انا كمان ما قدرت انساها. بعدين عم فكر بعمر، ما لازم يضل هيك. خلص أمي، أنا قررت رح أتجوز نوران. ألف مبروك. قوم خلينا نحكي برا بلا ما نفيقه. يلا ابني. حبيبي لا تتركني مرة تانية. عمر، عمر لوين رايح؟ عمر يا
دخيلك ساعدني، ما عاد فيني اتحمل. خليل وافق انه يتجوزك. انت عم تحكي عن جز؟ ماني قادره نسد. صدقيني يا حبيبتي، وما رح ناجلها لبكره، منجيب الشيخ ومنكتب كتابكن دغري. بتعرف شو حيصير اذا ما تجوزت انا وابوك؟ بدك ترجع لعند امك المجنونه، بدك ترجع لعندها. انت بتعرف اذا رجعت شو رح تساوي فيك؟ رح تقتلك مثل ما قتلت اخوك. بدها تفوت لعندك بنص الليل وتمسكك من رقبتك وتصير تخنقك. شو بدك من الزلمه؟ ما بدنا منه شيء، اجينا نحكي معه قام تهجم علينا. بس اللي بعرفه انه انت بالعاده اللي بتتهجم. عبده ما غلط معه بشي ولا تهجم عليه، جينا لنحاكي مشان سلمى قام بهدلنا وتهجم علينا. وعبده ما حكى شي، بعدين حاجة تدخل بكل شي من دون ما تفهم شو عم بيصير. عم قول بلا ما نأجل جوازتكن كتير. أنا رايحة أحكي مع الشيخ كمال مشان تكتبوا الكتاب بكرة. خلاص أمي، أنا لسه ما طلقت لمريم، بعدين كيف بدي أتجوز وحدة غيرها وهي لساتها على زمتي؟ لك ابني، الناس شو بدهم يحكوا؟ كل الضيعة بتقول إنكم حتتجوزوا، مو حلوة تضل أنت وياها هيك؟ حتى بالشرع حرام. ليش شو ساوينا أمي؟ ما غلطت معها بشي،